مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع على قناتي. اليوم بقدم لكم طريقة عمل الرغيف أو الخبز العربي في البيت بطريقة سهلة وبسيطة من غير فرن. أتمنى أن تنال إعجابكم. أضيف المواد الجافة في البداية وأقلبها مع بعض، ومن ثم أبدأ بالعجن بإضافة الماء تدريجيا حتى الحصول على عجينة متماسكة. كل المكونات بتكون مكتوبة بصندوق الوصف. استخدمت نوعين من الطحين، الأبيض والأسمر أو طحين البر. طريقة سهلة وبسيطة لعمل الخبز العربي، وكمان ما تاخدش وقت معانا، وعملناها بدون فرن على الصاج. الآن استمر بلم العجينة، ومن ثم أدهنها بالزيت وأغطيها لترتاح لمدة ساعة. الآن بعد مرور ساعة أبدأ بتقسيمها وتكويرها إلى كرات صغيرة، وأحطها على صحن مرشوش بالطحين. ومن ثم أغطي عليهم لمدة 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق بمساعدة الطحين أبدأ بفرد القطعة الأولى. وكذا استمر بفرد كل القطع. الآن أبدأ بخبز القطعة الأولى على الصاج المسخن مسبقاً. ما شاء الله النتيجة رائعة، لخبز منفوخ ما شاء الله وطري، وتبقى طراوته حتى لتاني يوم. وبمجرد أني ما أحط القطعة الأولى أبدأ بتقليبه باستمرار من الجهتين حتى تنتفخ، وكمان بالضغط عليها.
أستمر بعمل كل الكمية حتى أتحصل في الأخير على خبز عربي ناجح 100%، نال إعجاب أسرتي، وكان طريقة عمله سهلة وبسيطة، ما احتاجناش للفرن. جربوه إن شاء الله ينال إعجابكم. أتعمل الخبز في البيت طريقة ناجحة 100%، جربوها إن شاء الله تعجبكم وتنال إعجاب أسرتكم، وشكرا على المتابعة.